السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده إن شاء الله بنتكلم على بعض الآفات في أشجار النخيل وأخطرها وأكثرها خطورة، اللي هي سوسة النخيل. في بعض أشجار النخيل تلاقي شكلها ممتاز ما فيهاش مشكلة، وفي بعض أشجار بتلاقي بتحس في بتلاقي على الشجرة باين أسباب ضعف، ولو قربنا من تحت الشجر النخيل أو من تحت النخلة هتلاحظ فيه نشارة خشب، وهتلاقي فيه ضعف موجود ونشارة خشب، ونشارة الخشب بيكون ليها ريحة مش كويسة. تمام، دي كلها أكيد إن فيها يرقات سوسة النخيل من جوه، والرواكيب نفسها سهلة إن هي تتشال. يعني دي الأم موجودة، شايفين اللي هي اليرقة نفسها جوه النخلة. فخلينا نتابع مع بعض ازاي بيتم التنظيف وازاي بيتم العلاج بالطريقة التقليدية، لان في طرق جديدة اللي هي نظام الحقن. هنا نظام الاصابة، لو نظام الحقن بالدريل تخرم فوق وتحت بزاوية 45 درجة من ناحيتين، وبتبدأ انك انت تحط مبيد او بتحقن مبيد مبيد حشر السوس النخيل ايا كان اسمه تجاري، وكل فترة بتيجي تزودها. فخلينا نتابع مع بعض عملية التنظيف ونشوف علاجها بالفستاكسين. خلينا نشوف دي اثار اللي سوسة او يرقة سوس النخيل بتعملها في النخلة. بتاكل في بعض النخيل بنلاقي فيها النخلة كلها تقريبا شبه مجوفة من جوه. طبعا بتلاقي بعض النخيل فيها ضعف عام، زي النخلة اللي احنا شايفينها دي دار عليها الزمن زي ما بيقولوا، والدود عامل الصح معاه. اليرقات بتاعت سوسة النخيل لو شفنا خلاص دي ما عادش فيها امل. خلينا هنا نشوف، دي نخلة كانت مكانها هنا، نشوف النخيل يرقة سوس النخيل عامل في مكانها ايه. ده مكان نخلة، ديت العذراء بتاعت سوس النخيل بتبقى مكورة في حاجات زي دي. لو فتحناها من جوه على الأغلب بنلاقي تحور اليرقة بعد ما عملت هنا، هنلاحظ وجود ايه سوسة النخيل في ايه في حاجات زي الملفوفة كده اهي، نفس النظام اهي. نلاحظ لو فتحنا اي واحدة في اللي فتح وطلع طبعا، وهنا هنلاحظ سوسة النخيل بتكتمل نموها التحورات بتاعتها وبتطلع تكمل دورة حياتها. دي النخلة تم القضاء عليها بسوسة النخيل. خلينا نشوف بالكامل، خلاص انتهت. هم جايين نعمل تنظيف للنخلة بالكامل من عملية تكريب، كله على أساس إن احنا نقدر ننظف مكان اليرقات ونحط الدواء بتاعنا. خلينا نشوف بعض حشرات الكاملة اللي بدأت تنزل وقت ما احنا ايه بننظف النخلة. هي دي منظر الحشرة الكاملة. طبعا دي كل دورها ان هي بتيجي تبيض وبتتكل على الله. المشكلة الأساسية في اليرقات بتاعتي. خلينا نشوف هنا تاني، دي كلها شرنقات اليرقات عاملاها. دي الشرنقة بتاخد من الأنسجة بتاعت النخلة نفسها تعمل الشرنقة بالوضع ده. هتلاقي في منها مفتوح، المفتوح ده معناه ان الحشرة طلعت. تطلع
منها بالوضع ده. دي الشرنقة بتتفتح بيطلع منها الحشرة دي موجودة هي. احنا لو فتحنا دي هنلاقي فيها حشرة، بس طبعا ممكن تلاقيها مكتملة النمو، ممكن مش مكتملة النمو. هنا نشوف دي، افتح دي. دي موجودة. شوف حشرة موجودة كده وبتكمل دورة حياتها. دي طبعا بعد ما الدودة عملت الشرنقة بتتحور لحشرة كاملة. طبعا دي اليرقة اللي سبب المشاكل كلها، ودي عاملة زي المطحنة ما بتبقيش اي حاجة، هي دي اللي بتاكل في قلب النخلة، ودي قص الفساد يعني. يعني كل علاجنا وكل دوانا على اساس دي، على اساس اليرقة دي. ده منظر اليرقات عملته، ودي تعتبر صابت معقولة، لان في بعض النخل تلاقي الاصابة اكتر من كده مجوفة كل خلينا نلاحظ جوه هنا الانفاق اللي الديدان بتعملها، ونشوفها عشان تخترق قلب النخلة نفسه. دلوقتي احنا بنجهز الحبوب الفستاكسين، بنحطها في قطعة من خيش النخيل تحت، وبنحطها في اي حفرة بنعملها في النخلة، وبنغطي عليها بالنورة، يبقى كل نخلة واحدة او اثنين على حسب الاصابة. تمام، وبنبدأ نغطي عليهم بالنورة بحيث ان احنا نكتم اي مساحة تهوية. معروف طبعا ان الفستاكسين بيعمل بالتبخير، وطبعا بعد ما بنخلص بالنورة يبقى ممتاز لو غلفنا حوالين المكان ده بكيس بلاستيك ولا حاجة، زيادة احكام للحبوب اللي احنا حطيناها اللي هي الفستاكسين، عشان البخار بتاعها ما يطلعش بره. والحفر اللي احنا حطيناها محطوطة مباشرة جنب الانفاق اللي الديدان عاملاها جوه النخلة كمان. ايوه، ما عندك مشكلة. هنا نخلة ممتازة، بس لو ركزنا عليها هنلاقي في علامات ان فيها سوسة نخيل. طبعا من ضمن العلامات دي هي النشارة اللي موجودة، النشارة دي تدل ان في سوسة نخيل موجودة جوه. هنا النشارة دي، في نشارة اهي تدل ان في سوسة نخيل موجودة جوه. اما بتزداد الاصابة بيكون علامات الوهن بقى، علامات الضعف العام على النخلة. يعني النخلة دي شكلها من بره اللي شوفه قول دي ممتازة، مفيش حاجة 100% ممتازة. قربنا منها هنلاقي علامات بتدل ان في سوسة نخيل جوه، ومن ضمن العلامات دي اللي هي نشارة الخشب، ممكن سائل طالع. طبعا بيكون كريه، ريحته كريهة، وطبعا في عدة مسببات بتساعد على انتشار سوسة النخيل. ان شاء الله نبقى نعملها في فيديو تاني عشان ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.